طيب ايه المهارات اللي الطالب محتاج يتعلمها علشان يبدأ يشتغل بايوميديكال ريسيرش؟ وخلي بالك انا بقول بايوميديكال ريسيرش ان جنرال، لان حتى لو هتشتغل بيزك ساينس انت هتحتاج تتعلم الحاجات دي، حتى لو هتتعلم كلينيكال، حتى لو هتشتغل كلينيكال هتحتاج برضو تتعلم الحاجات دي. باختصار شديد الريسيرش بيمر بالخطوات دي. هتبص على الستيبس هتلاقي الريسيرش دايما بيبدأ بريسيرش ايديا، فكرة بحثية، والفكرة البحثية دي عشان تحصل عليها ليها أكتر من طريقة. من الطرق دي إن أنت بتحصل على فكرة باي أوبزرفيشن، لو أنت إنسان كين أوبزرفر عندك قوة ملاحظة وأنت شغال في مستشفى أثناء الكلينيكال براكتس، فأنت ممكن تلاحظ أسوسيشن بين سم فاريبلز أند يو تراي تو انفستيجيت ذا بوسيبل أسوسيشن بين ذيس ريسك فاكتورز أو بين ذيس فاريبلز. فأنت ممكن تلاحظ حاجة في المستشفى أثناء الكلينيكال براكتس وتبدأ تتست وتبدا تتست ايه الهايبوثيسيس دي من خلال ريسيرش ستدي. ممكن من خلال القراءه اثناء ما انا بقرا في ريفيو ارتكل اند ذن اي فاوند سمثينج انترستينج او فكره معينه او هايبوثيسيس معينه ذات وورث تيستينج، فبدات ان انا افكر ان انا اعمل البحث ده. او محتاج كرييتيف ثينكينج. كرييتيف ثينكينج ازاي؟ يعني كنت انا قريت مره مثلا تلاقي الناس تقول لك ايه الباركنسون ديزيز associated with melanoma، فبيدور على البريفلنس اوف ميلانوما ان بيشنت ويز باركنسون ديزيز. طب ليه ما نعكسش التفكير بالاحلال، التفكير بالابدال؟ طب ما ندور على الباركنسون في عينين ميلانوما، مش ممكن ميلانوما هي اللي بتعمل باركنسون؟ ففي ناس بتفكر كده. والله بروكسيزون بروليفريتور انهيبيتور جاما ده بيستخدم انتي انفلاماتوري في الانفلاماتوري باول ديزيز. طب ليه ما نفكرش، طب ما هو نفس الريسبتور ده انفولفد في الباثوجينيسيس بتاع نيوروجينيتيك ديزيز. طب ما ليه الادويه اللي بتشتغل على الباثوي ده ما نجربهاش هناك؟ فانت لازم يكون عندك كرييتيف ثينكينج، تفكير بالابدال والاحلال. يعني دي نظاره وده ماوس، طب ما ليه ما نعملش ماوس بنظاره، ندمج الاثنين مع بعض؟ ايوه انا مش ابص على السكرين، ده تفكير ابداعي. انا لابس نظاره، النظاره دي بتخليني اشوف دلوقتي السكرين اللي انا بتكلم قصادها وتحت ايدي اليمين ماوس. طب ليه ما افكرش ان انا ادمج الاثنين دول مع بعض؟ طب ليه ما افكرش ده انا بفهمك يعني ايه كرييتيف ثينكينج ان ا فيري سمبل مانر. طب ليه ما افكرش ان انا اعمل ابدل، يعني النظاره دي تبقى هي اللي بتبوينت على السكرين وانا اشوف كويس بقيت ماوس تراي. طب حاجة زي كده تنفع؟ طب منطقية؟ طب مش منطقية؟ طب تتعمل ازاي؟ possibilities ايه؟ ده اسمه creative thinking، تفكير بالإحلال وبالإبدال وبالدمج. دي مهارات انت محتاج تفهمها وتتعلمها علشان لازم المهارات دي تكون عندك عشان تجيب research idea كويس. بعد كده search the literature، محتاج انك تكون بتفهم ازاي تبحث على محركات البحث الطبية، لان literature جزء مهم جدا. literature مش معناها الأدب، معناها الأبحاث السابقة. كلمة literature في الطب معناها الأبحاث السابقة المنشورة على محركات البحث والكتب الطبية، المراجع الطبية، الأبحاث المنشورة في مؤتمرات conference abstract، ده كله اسمه literature، تمام؟ ولكن الأهم جزء من literature، الأهم خالص وأهم جزء من literature هو محركات البحث الطبية وقواعد البيانات الطبية medical electronic database. طيب محتاج انك تكون بتعرف how to search PubMed، how to search PubMed Scopus Web of Science Ibisco Embase، محركات البحث الطبية دي تحديدا PubMed وScopus. اشمعنى؟ باختصار العلم تراكمي، وزي ما انت عارف لابد ان يبدأ كل باحث حيث انتهى الاخرون. فانت قبل ما تشتغل في بحث انت لازم تكون عارف اللي قبلك عملوا ايه ووصلوا لفين وايه العقبات اللي قابلتهم وايه المشاكل واشتغلوا الابحاث بتاعتهم ازاي وكانت ايه الليميتيشنز بتاعتهم وكانت ايه السترينث بوينتس بتاعتهم، وتبدا تستفيد فروم ذير اكسبيرينس عشان تنقح فكره البحث بتاعك. فدايما العلم تراكمي، ما ينفعش انا جات لي فكره النهارده اتصل باصحابي ونيجي ميتنج ونتقابل ونكتب بروتوكول ونروح نقدم على لجنه الاخلاقيات وزود اندرستاندينج ذا بريفيوس ريسيرش. لا، الفكره دي لازم تتحط ان كونتكست اوف ذا ليتريتشر، اشوف الابحاث السابقه قالت ايه، وصلت لايه، عيوبهم ايه، الليميتيشنز اللي وصلوا لها ايه. ما ممكن في حد 50 واحد فكر في الموضوع ده ووصل لحته مسدوده ما وصلوش لفايندنج. ما ممكن في حد فكر في الموضوع ده ووصل مثلا لان درج اكس احسن من درج واي بس في ميل بوبيوليشن اونلي، بدل ما كنت هشتغل البحث على كل العيانين ميلز وفي ميلز في المستشفى بتاعتي،
لا، فبدات ان انا افكر لا انا هشتغل اون فيميلز اونلي. ف اتس فيري امبورتنت ان انت تكون بتعرف تبحث على محركات البحث الطبيه وقواعد البيانات، وبتقدر ان انت تحصل على البريفيوس ريسيرش ستاديز لمصلحتك انت ولمصلحه تنقيح البحث بتاعك. بعد كده بتفورموليت الهايبوثيسيس بعد ما بتبحث في الابحاث السابقه وعلى محركات البحث وتشوف الناس اللي قبلك عملوا ايه، بتبدا ان انت تستيت الفرضيه بتاعتك وبلان فور يور ريسيرش ستادي، مرحله التخطيط. مرحله رقم 4 دي اهم مرحله في العشرة عشان تكون عارف. مرحله التخطيط البلاننج از ذا موست امبورتنت ستيب، وانا دايما في اي كورس بشرحه دايما بقول للناس ابذل مجهود في مرحله البلاننج. لو البحث بتاعك حتى ياخد اسبوع داتا كوليكشن، انت ممكن البلاننج ده تقعد فيه شهرين ثلاثه. بلاننج صح ليه؟ انت ممكن لو جمعت يور داتا بشكل خاطئ ما تعرفش تستفيد منها، او البحث بتاعك اتنشر في مكان ضعيف، او ما تطلعش فايندنج كويس. ف it's very important that you are planning your study properly. فابذل مجهود في مرحله البلاننج، وبعد كده مرحله البايلوت انك تبدا تجرب فكره البحث، تشوف هل الموضوع نافع ولا مش نافع، هل العيانين متقبلين ان هم يدوك الداتا ولا لا، هل العيانين كوبرتيف ولا لا، هل تلاقي الداتا اللي انت بتدور عليها، وهكذا بتبدا تبايلوت الموضوع. فمرحلة 3 و4 و5 دي كلها بتتطلب منك انك تكون فاهم في بروتوكول رايتنج، تعرف تكتب بروتوكول كويس، اجزاء البروتوكول ايه. وطبعا في فرق بين البروتوكول ريسيرش بروتوكول والريسيرش بروبوزال، وطبعا في different بروتوكول تمبلتس اند it depends upon the type of your research study. يعني الكلينيكال ترايلز ليها بروتوكول تمبلت يكون مختلف غالبا عن الاوبزرفيشنال ستاديز، وفي دبليو اتش او بروتوكول تمبلت، ولجان الاخلاقيات في الانستيتيوتس المختلفه بيكون ليها سبيسيفيك ريكويرمنت اند سبيسيفيك بروتوكول تمبلت ات سام بوينتس. يعني لو رحت جامعه الزقازيق عندنا هتلاقي ليهم بروتوكول تمبلت ممكن يكون مختلف عن بروتوكول القصر العيني، فكل انستيتيوت ممكن يكون ليه تمبلت خاص بيه. شركه الادويه الفلانيه لو انا بقدم على فند هيكون ليهم بروبوزال تمبلت مختلف عن بروبوزال تمبلت بتاع مكان تاني، وهكذا. ف it's very important to understand البروتوكول ده انت هتقدمه فين، لانهي جامعة او لانهي لجنة اخلاقيات، او البروبوزال ده هتقدمه لانهي funding agency so that you can write this protocol in the format required by the sponsor. برضو لازم تكون ملم باجزاء البروتوكول بتتكتب ازاي in general. هي طبعا اجزاء، في اجزاء معينة common مشتركة فهتلاقيها موجودة في كل البروتوكول تمبلتس، ولكن بيختلف الترتيب الارينجمنت. حد يقول لك لا انا عايز الريشنال، لا ده يقول لك حط لي literature review، primary objective، secondary objective، primary end point، secondary end point، وهكذا. outcome measures، statistical analysis، planning، لا ده يحط statistical analysis planning الأول. لا ده عايز يعرف يعني data sharing policy بتاعتك، data management plan، how you are protecting patient privacy، حاجات كتير جدا. فكل بروتوكول، كل institute بيكون ليه template معين وبيكون ليه requirements معينة that you should adhere to. فكل جامعة بيكون ليها system. بعد كده implementation و data collection، مرحلة تطبيق البحث وتجميع الداتا. مرحلة الداتا collection دي محتاجة انك تكون فاهم يعني ايه data collection tools، تعرف تستخدم الريد كاب، الاونلاين سيرفي سيستم، اكسبورت الداتا من الداتابيزز دي فور اناليسز. مرحله الداتا اناليسز برضو، داتا اناليسز مرحله الداتا اناليسز برضو محتاج انك تكون فاهم في الميديكال ستاتستكس، فاهم هاو تو ديسكرايب يور داتا، هاو تو انالايز، هاو تو كومبير جروبس، هاو تو ديتكت اسوسيشن بتوين فاريبلز، تايب اوف داتا نورمالي اند نوت نورمالي ديستريبيوتد، تايب اوف ستاتستيكال تيست، انواع الاختبارات الاحصائيه، تايب انواع الريجريشن، انواع السرفايفل. محتاج انك تكون فاهم الحاجات دي، حتى لو مش بتعرف تطبقها حتى على السوفت ويرز، اتليست تكون قادر ان انت تعمل انتربريتيشن للفايندنج دي، على الاقل تكون بتعرف تترجم النتائج دي لما يبعتها لك الاحصائي. فالميديكال ستاتستكس از فيري امبورتنت. لو حتى انت مش هتعمل الاناليسيس بتاعت البحث بتاعك، فعلى الاقل في حد هيعملها لك وهيبعت لك الستاتستيكال اناليسيس ريبورت الاس اي بي. فا اتس فيري امبورتنت ان انت قصدي الاس اي ار، فا اتس فيري امبورتنت ان انت تكون تعرف تعمل انتربريتيشن للاس اي ار. بعد كده الريبورتنج، مرحله الريبورتنج مهم انك تكون بتعرف تكتب كويس. يعني في ناس بتعمل شغل كويس جدا بس ما يعرفش يكتب. لا يا جماعه، الكتابه دي مرحله بريزنتنج يور ورك، فالشغل بتاعك لازم تعرضه، تقول انا عملت كذا، تهايلايت السترينث بوينتس بتاعت البحث بتاعك، توصف الديزاين بتاع البحث،
تعبر عن الريشنال. انا لما بقعد مع ناس بلاقي واحد يقول لي الفكره رائعه، الفكره عظيمه، ده كان في بحث بيقول كذا، فلان قال كذا، احنا لاحظنا كذا، وتلاقيه بيقنعك بالفكره، يجي يكتب البحث بتاعه، البرايمر البيبر بتاعته تلاقيه بطيخه، مش عارف يكتب حاجه، مش عارف يقنع الريدر في البيبر بتاعته. ف it's very important ان انت يكون عندك ملكه الكتابه العلميه، وان انت عارف الساينتفك رايتنج رولز، وان انت عارف الاخطاء في الساينتفك رايتنج ايه وتتجنبها، وان انت عارف الجورنال ريكويرمنت والجورنال اليونيفايد ريكويرمنت باي ميديكال جورنالز ايه. فالمرحله الاخيره برزنتيشن اند ببلشنج، انت عارف القاعده، انت عارف الرول اللي بتقول لك ببلش اور بيرش. ف برزنتيشن مهمه، برزنتيشن سكيلز، كوميونيكيشن سكيلز مهمه، هتروح مؤتمر هتبرزنت البحث بتاعك، او هتكونتاكت مع اديتور في محرر مجله عشان تقدم البحث هناك، او عشان تبعت البحث سبميت فور بابليكيشن. فانت هتكونتاكت مع المجله دي، او هتكونتاكت مع المؤتمر ده، هتكونتاكت مع الباحثين اللي هناك. فالساينس كوميونيكيشن ده برزنتيشن سكيلز از فيري فيري امبورتنت. فدي باختصار المهارات، وقصادها كل ستيب، ايه الستيب، الخطوه البحثيه، وايه السكيل او المهاره، ايه السكيلز او المهارات المطلوبه ان انت تتعلمها. فانت لما تروح تاخد كورس بروتوكول رايتنج تبقى عارف انك هتحتاج ده في مرحله 3 4 5. لما تكون تهتم تروح تاخد كورس ستاتستكس تبقى فاهم انك هتحتاج ده في مرحله رقم 80. فهو السلايد دي تقريبا اهم سلايد لاي حد بيبدا، تبقى فاهم السكيما ماشيه ازاي. حد يروح تشوف فيديوهات هاو تو سيرش داتابيز، تبقى فاهم ان دي هتخدمك في مرحله رقم 2. فلازم تحط بلان كده بالسكيلز اللي انت محتاج تتعلمها، وتبدا انك تاخد انترودكشن عن كل سكيل. ففي البدايه، في البداية مهم انك تاخد من كل بستان زهرة، يعني هتتعلم حاجة عن كل حاجة، وبعد كده تبدأ تبيلد النوليدج اكتر، تاخد خطوتين في كل حاجة، بعدين 3 خطوات في كل حاجة وهكذا. فانت دي البيزك سكيلز، دي البيزك سكيلز المطلوبة منك تبدأ تتعلم البيجنر ليفل او انترودكشن عن كل سكيل من الحاجات دي. بعد ما تخلص دي تاخد ليفل كمان ادفانس وهكذا، بعدها ليفل ادفانس وهكذا. فمهم انك اللي بيزك ليفل، البيزك ليفل اول خطوه ليك انك تتعلم، انك تتعلم حاجه عن كل حاجه، تاخد الانترودكشن بتاعت بروتوكول رايتنج، انترودكشن داتا كولكشن تول، انترودكشن ستاتستكس، انترودكشن رايتنج، انترودكشن ستادي ديزاينز وهكذا. طيب بعض الكتب انا هقول لك دلوقتي بعض الكتب وريسورسز اللي ممكن تساعدك عشان تتعلم كلينيكال ريسيرش ديزاين. في كتاب علشان تتعلم كلينيكال ريسيرش ديزاين، هتلاقي عندك في بعض الكتب. الكتاب الاول ديزايننج كلينيكال ريسيرش باي ستيفن هولي، والكتاب ده كتاب كويس جدا، من الكتب كويسه عن ديزايننج كلينيكال ريسيرش، بيعرفك انواع الريسيرش ديزاينز. في كتاب تاني اسمه ابيديميولوجي ايفيدنس بيس ميديسين اند بابليك هيلث بتاع بن شلومو، والكتاب ده برضو كويس. في كتاب تالت مش موجود في السلايد اسمه كراش كورس اون Evidence Based Medicine and Medical Writing، الكتاب ده حلو جدا جدا جدا. فأي طالب حابب إنه يفهم Research Design يبدأ بال3 كتب دول: Designing Clinical Research, Epidemiology, Evidence Based Medicine and Public Health، و Crash Course of Evidence Based Medicine and Public and Medical Writing and Medical Writing. طيب Medical Statistics بالترتيب، أنا مرتبهم لك من الأسهل إلى الأكثر صعوبة. Medical statistics made easy، ده لو حد لا يفقه شيء عن statistics ولا يعرف يعني ايه statistics ولا يعرف يعني ايه مين وميديان، ما يعرفش اي حاجه خالص، شخص عايز يبدا من الالف للياء يفتح الكتاب ده Medical statistics made easy يحفظه. الكتاب اللي بعديه ده more advanced شويه، Medical statistics at a glance. الكتاب اللي بعد كده هو Oxford Handbook of Medical Statistics، الكتاب الرابع Biostatistics basic concept and methodology for health science. دول 4 كتب. طب الكتب دي بتوفر لك معرفة نوعها ايه؟ معرفة نظرية في مجال الميديكال ستاتستكس. وخلي بالك انا شخص بفرق بين المعرفة النظرية والمعرفة التطبيقية، المعرفة العلمية والمعرفة العملية. فالكتاب ده ال4 كتب دي هتديك معرفة نظرية عن الستاتستكس، وممكن يديك شوية معادلات يفهمك some concept، ولكن هو مش هيقول لك الحاجات دي بتتعمل ازاي على البرامج الاحصائيه. اشهر برنامج احصائي بيستخدم ويعني مرشح جدا للبيجنرز هو برنامج اسمه الاس بي اس اس ستاتستيكال باكج فور سوشيال ساينس. برنامج الاس بي اس اس، ميزه البرنامج ده انه منيو دريفن. يعني ايه منيو دريفن؟ حضرتك لما بتفتح
برنامج زي الوورد او برنامج زي الرسام، اي برنامج بيزك جدا اي حد يعرفه يعني. لما بتفتح البرامج دي بتلاقي البرامج دي عبارة عن قوائم، تحت شريط العنوان كده في تاسك بار وفي منيو، لا مش تاسك بار، في منيو بار. المنيو بار ده بيكون فيه قوائم، فايل فايل ريفيو انسرت فورمات وهكذا، والقائمة دي تضغط عليها هيطلع لك اوبشنز او اوردرز. فده اسمه منيو دريفن. منيو دريفن يعني برنامج معتمد على القوائم، معتمد على القوائم. ازاي؟ لو ارجع كده اشوف البرنامج ده، شايف انسرت ديزاين، وهلاقي هنا اوردر وهنا اوردر، ترانزيشن انيميشن سلايد شو ريفيو. فده اسمه برنامج منيو دريفن. منيو دريفن يعني برنامج معتمد على القوائم، فبتلاقي الاوردرز او الاختبارات الاحصائيه بتجيبها من قوائم زي ما انت شايف كده. وده طبعا منيو دريفن اسهل، لان النوع الثاني من البرامج الاحصائيه هو كوماند دريفن او سينتاكس دريفن او كود دريفن. في برنامج برضو اسمه ستاتا، انا هوري لك البرنامج ده عشان افهمك بس يعني ايه كود دريفن. كود دريفن يعني انا عايز اضيف فاريبل او عايز اضيف ايتم، فاقول له جنريت اكس يساوي 100، فده اسمه كود دريفن. كود دريفن يعني بكتب الكوماند او السنتكس زي ما انت شايف كده، بكتبهم، بكتب الاوردر هنا والبرنامج بيكسكيوت الكوماند. اما منيو دريفن معناها ان انا من هنا من القايمه بقول له انا عايز كتب، عايزك تعمل لي كذا، انا عايزك تعمل لي سيرفي داتا اناليسيس تعمل لي كذا، فده اسمه منيو دريفن. ده كده الجزء ده اسمه منيو دريفن، الجزء ده اسمه كوماند دريفن. ميزه برنامج ستاتا انه بيجمع الاثنين مع بعض. برنامج الاس بي اس اس منيو دريفن بس، فهو برنامج الاس بي اس اس مور كومن، اكثر شيوعا، وهو اسهل لانه هو منيو دريفن. في برامج كوماند دريفن زي ار وزي ستاتا بيجمع بين الاثنين. انا شخصيا بقى افضل برنامج ستاتا، ولكن فور بيجنرز انت تبدا ببرنامج زي الاس بي اس اس. طيب في كتاب تبع دار نشر سبرينجر اسمه اس بي اس اس فور ستارترز، الكتاب ده حلو جدا، مقدمه للاشخاص اللي اخذوا البيزك information، اخدت المعرفه النظريه من عن الميديكال ستاتستكس من الاربع كتب اللي انا قلت عليهم دول. فعايز تعرف ازاي تستخدم برنامج الاس بي اس اس وازاي تطبق الحاجات دي، هتلجا الى كتاب اس بي اس اس فور ستارترز كبدايه. ثم لو انت عايز تشتغل على ستاتا ممكن تجرب كتاب اسمه باي ستاتستكس ان بابليك هيلث يوزنج ستاتا. تمام، ده بالنسبه للبرامج الاحصائيه. طبعا ده كله برضو زي ما قلت لك هيديك برضو معرفه نظريه. الكتابين دول بتاع اس بي اس اس وستاتا ممكن هيدوك اكزامبلز ويقول لك الاناليسيس بتعمل ازاي، ممكن يكون بياخد لك سكرين شوت كمان من البرنامج، وحاجه شكلها كويس جدا. ولكن يظل برضو انت اللي محتاج تتعلم بايدك ان انت تحصل على انفورميشن داتا سيت وتجمع وانك تحصل على انفورميشن او داتا سيت وتعمل اناليسيس للداتا وتعمل اناليسيس للداتا دي. طيب الساينتفك رايتنج، في كتاب اسمه ساينتفك رايتنج ايزي وين يو نو هاو، ده تبع دار نشر بي ام ماشين، الكتاب ده مهم جدا. وفي كتاب تاني اسمه بابليشنج اند بريزنتنج كلينيكال ريسيرش، الكتاب ده برده مهم. فلو انت عايز تتعلم ساينتفك رايتنج كويس انصحك بالكتابين دول. طيب بالنسبه للجزء السيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس، لان ميني ميديكال ستودنت بيبداوا يشتغلوا بالسيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس في البدايه كاول خطوه، كاول خطوه هم بيبداوا يعملوها في الكلينيكال ريسيرش. طيب ده برضو في الموديل عندنا زي ما قلت لك بنبدا بالسيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس، بعد كده الطلبه بيبداوا يشتغلوا في كلينيكال ترايلز وكلينيكال ستاديز برايمري ريسيرش، وبعد كده لو حابب يشتغل في لاب ريسيرش فاحنا بنبدا بموديل معين هشرحه في الفيديو اللي بعد كده. فالسيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس لو عايز تتعلمها عندك كوكرين هاند بوك سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس، وعندك كتاب اسمه انتروداكشن تو ميتا اناليسيس باي برونشتاين. فدول اشهر كتابين وافضل كتابين يفضل ان انت تبدا بيهم. طبعا في كتابي اللي هو ده كتاب سمبليفايد جدا اسمه نيجيدا هاند بوك اوف ميديكال باي ميديكال ريسيرش، وكتاب مقسم الى اربع اجزاء، الجزء الاول خاص بالريسيرش ديزاين، الجزء الثاني خاص بالستاتستيكال اناليسيز، الجزء الثالث خاص بالاكاديميك رايتنج ساينتفك رايتنج اند اكاديميك بابليشنج، والجزء الرابع خاص بالبرامج البرامج المستخدمه في مجال الريسيرش. بجيب لك برنامج مثلا بيعمل ريفرنسنج واقول لك بيشتغل ازاي، برنامج بيعمل ستاتستكس واقول لك بيشتغل ازاي، برنامج سامبل سايز كالكوليشن واقول لك بيشتغل ازاي، برنامج ميتا اناليسيس وهكذا. فده مقسم الى اربع اجزاء، والكتاب يعني على اخر السنه دي ان شاء الله هيكون بابلش، والكتاب ده يعني هيكون غالبا افيلابل فور فري او على حسب يعني التكلفه بتاعته، فهو هو يعني وقف خيري، هو تشاريتي.
فوانس ان الكتاب ده يكون افيلابل ان شاء الله حتى لينا في فيسبوك بيج، هتلاقيني جيت هاند بوك اوف بايوميديكال ريسيرش، ف يو كان فولو ذيس بيج ذيس بيج، لان في ناس بتطلب شباتر معينه فبنزلها لهم حسب ما كل واحد بيطلب يعني مؤقتا لحد ما الفاينل بوك ما يتنشر يعني. تمام. الجزئيه اللي بعد كده بقى هي ان انا هتكلم عن اور موديل ان ستودنت ريسيرش والموديل بتاعنا اور سكسسفول موديل ان ايجيبت، اللي احنا حاليا بننقل الموديل ده الى الدول العربيه المجاوره، وبننقل الموديل ده للنورث افريكان كانتريز، وفي انيشيتيف ان احنا ننقل الموديل ده الى انترناشونال وذا انترناشونال ليفل، فاحنا حاليا وركينج كلوزلي وذ اور بارتنرز في كل الدول العربيه الحمد لله بفضل ربنا، من الشرق للغرب، وبرضو في محاولات ان جنراليز تو جنراليز ذس موديل اون ذا انترناشونال ليفل، بحيث ان احنا يكون لينا كولابوريتورز من كل الدول ونبقى زي رابطه دوليه انترناشونال فيدريشن لميديكال ستودنتس هو ار دوينج ريسيرش. فان شاء الله الموديل ده هتكلم عنه في الفيديو القادم.